السلام عليكم، نرحب تاني بكم في الفاندمنتالز اوف رينيوبل انرجي. اليوم حنتكلم في اليونت الثالثه، بنتكلم على فاكتورز انفلونسينج انرجي يوز على مستوى العالم. لما نيجي نطلع عليهم بنلاحظ، يعني يمكن نيجي نطلع على العالم ككل، يمكن في بداية الحياة كان العالم بركز على الفود، فكل الانرجي رايح على الفود. لما رحنا للعصر الهانتينج دخل عندنا الفود والهاوس هولد، صار عندنا، اتطورنا شوية للعصر الزراعي، صرنا نتكلم على صناعة بسيطة، والهاوس هولد اخذت اكثر نمط، والفود الاساسي. رحنا للعصر الزراعه المتطور المتقدم، دخل عندنا قطاع الترانسبورتيشن، صرنا ننقل الاكل من مكان لمكان، صرنا نتنقل. لما اجى عصر الصناعه والمجتمع الصناعي، ايش بنلاحظ؟ بنلاحظ في بيج جامب هنا حصلت في يعني بشكل اساسي في الاندستري وفي الايش ترانسبورتيشن، واجى عندي قطاع السيرفيسز. الان في المجتمعات الحديثه ايش بنلاحظ هنا؟ بنلاحظ عندنا الانسان صار يركز على البيت في الطاقه، يركز على الصناعات، يركز على التنقل الترانسبورتيشن، وصارت عندنا النمو صار في قطاع الخدمات. الان عادة الايكونومي صار يركز على ثلاثة حاجات رئيسية: الاندستري والاجريكالتشر والسيرفيسز. السيرفيسز زي البانكس والاوفيسز، بنتكلم على الاجريكالتشر، الكيميكالز، الفود، البلوب اند بيبر، بنتكلم على الاندستري، الصناعات الكيميائية، صناعات الاغذية، صناعات الورقية والكرتون، البيسك ميتالز، الصناعات المعدنية وغيرها من الصناعات. لما جينا للفود بنلاحظ صناعات الشجر اللي هو السكريات والحليب ومشتقاته وغيرها من هذه الصناعات. والبيسك ميتال بنتكلم على بشكل أساسي الألمنيوم والحديد والصلب بشكل أساسي. هذول قطاعات نماذج للقطاعات المؤثرة في حياتنا بشكل عام. طيب، how much do we do؟ يعني monetarily measures amount of economic activity and monetary value، بنسميها gross domestic product، هذه للبلدان. energy use increases by doing more، يعني كل ما احنا بدنا نعمل حاجات اكثر في حياتنا بزيد استهلاكنا على الطاقة. يعني بعبارة تانية، لو جيت على اطلع على استهلاكات الانسان في البلدان المتقدمة وقارنته باستهلاكات الانسان بالمناطق خلينا نقول الشعوب النامية، حنلاقي الانسان في الدول المتقدمة يمكن عشر استهلاكه للطاقة 10 أضعاف استهلاك الإنسان في الشعوب النامية. يعني لو جيت أنا اطلعت على إنسان عايش في أمريكا قديش استهلاكه بالكيلو وات أور ديلي، بنلاحظ أنه يمكن بده بالراحة 10 كيلو وات أور ديلي استهلاك للطاقة في البيت. لما تيجي تحسب يمكن بالترانسبورتيشن بغيره بالاكتيفيتي، يعني بتتكلم انت حوالي على 30 ل 40 كيلو وات اور في هذا المجال. لما نيجي على الانسان عندنا مثلا في غزة، نيجي نشوف قديش الاستهلاك تبعه بالكيلو وات اور، حتلاحظ انه الاستهلاك تبعه لا يتعدى يمكن 3 ل 4 كيلو وات اور في اليوم. بينما الانسان في زي ما حكينا امريكا تقريبا من 30 ل 40، يعني 10 اضرب في 10 في هذا المجال. هذا واضح، حتى لو جينا قارنا الانسان استهلاكه للطاقه بيننا وبين جيراننا اللي عندنا اليهود، حتلاحظ في فرق كبير في هذا المجال. فمستوى الحياه يؤثر في استهلاكات الطاقه على الصعيد الشخصي. نيجي نقارن في الدول، هاي عند امريكا، هاي اليابان، هاي الصين، هاي الهند، هاي بريطانيا. بنلاحظ مثلا امريكا فيش حدا ينافسها. هنا بتتكلم على برايمري انرجي يوز بور كابيتا اللي عندنا في هذا المجال، هذا الانسان بالنسبه للجرو، هذا الجروس دوماستيك برودكت بير كابيتا. يعني نيجي نطلع هنا الدخل تبع الشخص وهنا استهلاك الطاقه اللي عندنا.
بلاحظ هذا بنتكلم على الجيجا جول بير اهد. نيجي نطلع عليها، بلاحظ الانسان اللي دخله تقريبا حوالي $1,000 عندي، هاي جاي في هذه المنطقة. اللي عند استهلاكاته تقريبا لما نتكلم على الجيجا جول تقريبا حوالي يمكن 90 جيجا جول. طلع اللي عندي لما الدخل يزيد يوصل فوق 45,000، ايش بلاحظ اللي عندي اللي هاي فوق الثلاث، يعني تقريبا وصل عندي حوالي 325 كيلو وات في الهاي. بس نيجي نطلع على الحاجات الثانية، هاي الكيرف تبعات امريكا، بنلاحظ الكل متقارب في هاد الا لما نيجي نطلع على الهند والصين. الهند والصين الفقرية بيستهلكوش طاقة بشكل اساسي. الان اطلع عندي لما الدخل يزيد هنا ايش بلاحظ عندي، بلاحظ الدول زي اليابان وزي بريطانيا وزي امريكا هي الدول المستهلكة بشكل رئيسي للطاقة في العالم على الصعيد الشخصي اللي بنتكلم فيه هذا الفردي. يعني هذا اللي بنحس فيه يعني بشكل اساسي، اليابان وبريطانيا وامريكا، وامريكا هي اكبر مستهلك للطاقة في العالم على الصعيد الشخصي. بنلاحظ هنا يعني من الناس اللي دخلهم فوق 20,000 لحديت 45,000، هدول فوق 300 جيجا جول برهد بيستهلكوا في الطاقة. بينما مثلا بنلاحظ البريطانيين واليابانية في عندهم تساوي هنا تقريبا في هذه الحارة حوالين 170 جيجا جول برهد. Decoupling of the GDP and energy use structure dominant sectors in the economy. Developing country energy intensive industry. عادة البلدان النامية تستهلك كميات كبيرة في الصناعات اللي عندها. Developed country less energy intensive وبتركز على ايش؟ Services sector. الآن الـ energy efficiency الـ amount of energy required بير يونت اوف اكتيفيتي اوف فاريس ستراكشر تايب اللي عندي، يعني بنتكلم على دوينج مور ويذ ليس. طبعا هذا هيلب تو ستيبلايز اند ريديوس الانرجي يوز، يعني احنا بشكل اساسي بدنا نركز على كيف نستغل الطاقه الموجوده عندنا، كيف اقوم بنفس الاكتيفيتي بس بطاقه اقل. طبعا هذا بتتطلب اني ارفع الافشنسي للبروسيسز والاجهزه اللي انا بتكلم عليها في هذا المجال اللي عندي. الفاليوم doing more with less structure doing different things efficiency using less energy per unit of activity. هذا التفكير اللي عندي بشكل عام. بناخذ بريك ونتكلم على الترندز ان ذا جلوبال انرجي يوز بعد هيك ان شاء الله.